بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الثاني بقى اللي بنتعرض له او بنتناوله في هذه الشرائح هو طرق ترجمه القوائم الماليه اللي بالعملات الاجنبيه. نمره واحد، عايزين نفهم ايه هو مفهوم الترجمه وايه اختلافه عن مفهوم التحويل. مفهوم الترجمه هو عمليه اعاده تصوير للقوائم الماليه في نهايه كل فتره ماليه، بحيث بيتم التعبير عن البنود المشتملة عليها هذه القوائم بوحدات عملة أجنبية بدلا من وحدات العملة المحلية، لأنه في بعض الأحيان قد يتطلب الأمر إعادة تصوير القوائم المالية بعملات أجنبية للتعامل مع جهات خارجية، وبالتالي بيتطلب الأمر في هذه الحالة تحويل القوائم المالية اللي تم إعدادها بعملة الدولة اللي بتعمل فيها هذه المنشأة أو الوحدة الاقتصادية إلى عملة أخرى معترف بها من قبل الطرف الأجنبي اللي هيتم التعامل معه من خلال هذه القوائم. وبالتالي في عملية الترجمة زي ما هو بالظبط مقصود كده من اللفظ، إن احنا بنحول القيم المالية اللي موجودة لبنود هذه القوائم اللي كان معبر عنها بالعملة المحلية إلى عملة أجنبية بدون أي تعديل في قيمة هذه البنود، بمعنى إن أنا بشوف القيمة المقابلة لهذه العملة المحلية من العملة الأجنبية قد إيه، وبأعيد تصوير هذه القوائم ولكن معبرا عن قيم البنود الخاصة بها من خلال استخدام العملة الأجنبية. ده بيختلف عن مفهوم التحويل. التحويل بيتم عن طريق استبدال فعلي لعملة مقابل عملة أخرى ومن خلال استخدام سعر الصرف، وهو ما يترتب عليه انتقال فعلي للعملة بين طرفين. في الترجمة لن ينتقل انتقال فعلي بين عملة وعملة، يعني مش هيتم عملية استبدال أو تبادل، ولكن سوف يتم إعادة التصوير والتعبير عن البنود اللي بتتضمنها هذه القوائم بالعملة الأجنبية المطلوب أن تحول إليها القوائم المالية. يبقى إذن في فرق بين الترجمة وفي فرق بين التحويل. الترجمة أنا بنقل اللي موجود بالظبط كما هو، ولكن معبر عنه بعملة تختلف عن العملة الظاهرة في القوائم المحلية أو القوائم المالية اللي معمورة داخل الدولة. أما في مفهوم التحويل فبيتم استبدال أو انتقال لعملة بين طرفين، وبالتالي ما نتعرض له الآن هو إعادة تصوير القوائم المالية ولكن معبرا عنها بعملات أجنبية، وذلك نتيجة وجود تعامل مع أطراف خارجية تتطلب إرسال القوائم المالية الخاصة بالوحدات الاقتصادية اللي أعدتها بعملتها المحلية إلى إعادة تصوير نفس هذه القوائم ولكن معبر عنها بالعملة الأجنبية المطلوب أن يتم التحويل إليها. فلكي يتم تنفيذ هذه العملية اللي هي عملية الترجمة، فهناك العديد من الطرق اللي ممكن نستخدمها، من أهمها طريقة البنود الجارية وغير الجارية، طريقة البنود النقدية وغير النقدية، طريقة الأسعار الجارية، والطريقة المؤقتة. ونظرا لضيق الوقت فإحنا هنا هنركز على واحدة من هذه الطرق الأربعة للتعبير بس ولتوضيح كيفية إجراء عملية الترجمة، وهناخد الطريقة السهلة المبسطة اللي بتناسب الوقت المتاح لنا، وهي طريقة الأسعار الجارية. في طريقة الأسعار الجارية اللي بيحصل فيها فبيتم بموجب هذه الطريقة اللي هي طريقة الأسعار الجارية ترجمة كافة بنود قائمة المركز المالي باستخدام سعر الصرف الجاري. تمام؟ يبقى كل بنود قائمة المركز المالي هيتم التعبير عن القيم المالية الخاصة بها عن طريق تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية باستخدام سعر الصرف الجاري. واحنا عارفين أو عرفنا قبل كده إن سعر الصرف الجاري هو السعر السائد يوم 31/12 أو السعر الصرف الجاري وقت إعداد القوائم المالية، فيما عدا بند واحد بس اللي هو بند رأس المال، ده بيتم ترجمته باستخدام سعر الصرف التاريخي، أي سعر الصرف الذي كان سائدا وقت إصدار الأسهم الخاصة برأس المال. أما بنود قائمة الدخل فبيتم ترجمتها باستخدام متوسط سعر الصرف عن الفترة اللي بتعد عن هذه القائمة،
فاذا كانت قائمه الدخل بتعد عن فتره شهر فاحنا بنجيب متوسط سعر الصرف عن هذا الشهر. لو كانت بتعد عن 3 اشهر فاحنا بنجيب متوسط سعر الصرف عن 3 اشهر. لو كانت بتعد عن 6 اشهر بنجيب متوسط سعر الصرف عن 6 اشهر وهكذا. من اهم هذه مميزات هذه الطريقه السهوله نتيجه استخدام سعر صرف واحد وهو سعر الصرف الجاري لترجمه كافه بنود المركز المالي ومتوسط سعر الصرف بالنسبه لقيمه الدخل. اي ملخص هذه الطريقه ضروره تطبيق القواعد التاليه او اعتمادها على القواعد التاليه. بنود قائمة المركز المالي بيتم ترجمتها باستخدام متوسط أسعار الصرف في الفترة. بنود قائمة المركز المالي باستخدام سعر الصرف الجاري فيما عدا رأس المال بنستخدم سعر الصرف التاريخي. قيمة الأرباح المحتجزة بيتم الحصول عليها في فحص ردية نشر من قائمة الدخل استنتاجا من قائمة الدخل. أرباح وخسائر الصرف الأجنبي أو التغيرات في أسعار الصرف بتظهر في قائمة المركز المالي وبيتم حساب الفرق بين إجمالي قيمة الأصول وإجمالي قيمة الالتزامات وحقوق الملكية. بتطبيق بقى المثال التالي باستخدام القواعد السابقة عشان نشوف ازاي نترجم القواعد المالية باستخدام طريقة الأسعار الجارية. في عندنا المثال بيقول لي أدي في قيمتين، قيمة دخل وقيمة مركز مالي. الجزء اللي على اليمين ده قيمة الدخل، في إيراد مبيعات 100,000، تكلفة بضاعة مباعة 59,000، مصروفات أخرى 30,000، يبقى توتال المصروفات أو إجمالي المصروفات 89,000، لما أشيلهم من 100,000 يبقى في عندي دخل قبل الضرايب 11,000. في قيمة المركز المالي في عندي أصول وعندي خصوم حقوق ملكية، عندي أصول متداولة ب 180,000، أصول ثابتة ب 500,000، يبقى الإجمالي 680,000. الخصوم وحقوق الملكية عندي دائنون ب 620,000. عندي رأس مال ب 50,000، أرباح محتجزة آخر المدة اللي هي آخر 2015 ب 10,000، يبقى الإجمالي 680,000. في بقى شوية معلومات إضافية موجودة أسفل، تقول لي إذا علمت أن الأرباح المحتجزة أول المدة يعني في أول 2015 كانت 7400 جنيه تعادل 814 دولار، دي جاية منين؟ دي جاية من القوائم المالية بتاعة العام السابق اللي هو 2014. الضريبة على الدخل 40%، سعر الصرف في تاريخ اصدار الاسهم اللي هو سعر الصرف التاريخي القديم يعني الجنيه بيساوي بوينت 13 او علامه 13 دولار. المعلومه الثالثه الارباح اللي وزعناها عن عام 2015 كانت 4000 جنيه. المعلومه الرابعه متوسط سعر الصرف في العام 2015 كان 1 جنيه بيساوي علامه 12 دولار او 12% دولار. سعر الصرف في 31/12/2015 يعني سعر الصرف الجاري 1 جنيه بيساوي 14% دولار. المطلوب بيقول لترجمة القوائم المالية السابقة بالعملة الأجنبية دولار باستخدام طريقة الأسعار الجارية. الإجابة أول حاجة في الملاحظات بنقول بيتم ترجمة القوائم المالية بالعملات الأجنبية باستخدام طريقة الأسعار الجارية على النحو التالي. استخدام متوسط سعر الصرف عن الفترة عند ترجمة قيمة الدخل. استخدام سعر الصرف الجاري 31/12 عند ترجمة قيمة المركز المالي فيما عدا بند رأس المال اللي هيتم ترجمته باستخدام سعر الصرف التاريخي. لتطبيق بقى القواعد ديت على قيمة الدخل فبنعمل جدول في 4 خانات، خانة للبيان، خانة للعملة المحلية، خانة لسعر الصرف، خانة للعملة الأجنبية. خانة البيان بحط فيها البنود بتاعة قيمة الدخل اللي موجودة عندي في رأس التمرين. عندي ايراد مبيعات كان 100,000، بتروح منه تكلفه بضاعه مباعه 59، مصروفات اخرى 30، يبقى صافي الدخل ادى ل 11,000 لحد هنا، ده اللي موجود عندي في التمرين. بكمل انا بقى، هو مديني سعر الضريبه 40% فبطرح ضرايب الدخل 40% في ال 11,000 يعملوا 4400، نديهم نشيلهم من ال 11 يبقى صافي الدخل بعد الضرايب 6600. اضيف عليها ارباح محتجزه اول المده دي موجوده في راس التمرين. في إذا علمت أن أول معلومة بيقول لي إن من السنة اللي فاتت عندنا أرباح محتجزة 7400 جنيه بيعادلوا 814 دولار، فبحط السطر دوت معطى ما بلعبش فيه إطلاقا. بشيل بقى من الأرباح بتاعت السنة دي والأرباح اللي كانت موجودة قبل كده، ده توتال الأرباح، بشيل منه أرباح أنا وزعتها السنة دي 4000، فالسنة دي عندي 6600 ومن السنه اللي فاتت 7400، يبقى دي 6 و7 13، ادي 14 اشيل منهم الاربعه اللي وزعتهم
يبقى انا احتجزت السنه دي في نهايه 2015 عندي ارباح محتجزه 10,000 جنيه يعادلوا بقى كام دولار؟ هاجي بقى عشان احول دوت لدولارات وبروح على العمود الثالث اللي هو عمود سعر الصرف. يعني اتفقنا ان قيمه الدخل بيتم تحويلها باستخدام متوسط سعر الصرف. فانا عندي دلوقتي متوسط سعر الصرف لما ارجع فيه اذا علمت ان على ان متوسط سعر الصرف عن 2015 كان بوينت 12 او علامه 12 من 100 دولار، يبقى كل جنيه بيعادل 12 من 100 دولار. فلو خدت ياراد المبيعات اللي هو ال 100,000 ضربته فيه علامه 12 يعمل لي 12,000. هاخد تكلفه البضاعه المباعه اللي هي 59,000 اضربها في علامه 12 يديني 7,080. المصروفات الاخرى ال 30 لما اضربها في 12 من 100 يديني 3,600. لو جمعت بقى ال 7,080 وال 3,600 وطرحتهم من ال 12,000 يبقى عندي صافي الدخل قبل الضرايب 1,320 جنيه. تمام؟ تمام. اطرح ضرايب الدخل، ضرايب الدخل 4,400 برضه في علامه 12 يديني 528. هشيلهم من ال 1,320 بقى عندي صافي دخل بعد الضرايب 792 بالدولار. اضيف له ارباح معتجه زي ما هي معطاه في التمرين. ما اضربش بقى في 12 من 100 تاني. تمام تمام. دي محسوب اسعار السنه اللي فاتت، زائد ارباح محتجزه اول مده 814، اشيل منها بقى ارباح موزعه السنه دي 4,000 يعادلوا كام دولار؟ يعادلوا 480 دولار. اخد ال 790 اضيف عليهم ال 814 واشيل اللي وزعته اللي هو 480، يوم يديني ارباح محتجزه اخر المده 1,126 دولار يعادلوا 10,000 جنيه، او 10,000 جنيه يعادلوا 1,126 دولار لو انا عايز اعرض هذه القايمه بالعمله الاجنبيه. نروح على قايمه المركز المالي بمنتهى البساطه والسهوله، لان بتشتغل على برضه سعر صرف واحد اللي هو سعر الصرف الجاري في تاريخ اعداد القيمه فيما عدا بند واحد بس اللي هو بند راس المال. تمام، هو ده اللي بيشتغل بسعر الصرف التاريخي. فانا عندي دلوقتي الاصول المتداوله 180,000 هضربها في 14% يديني بالدولار 25,200. اصول ثابته 500,000 اضربها في 14% يديني 70,000. يبقى الاجمالي بتاع جانب الاصول اصبح 680,000 بالمصري او بالعمله المحليه يعادلوا 95,200 دولار. هروح على الالتزامات وحقوق الملكيه، الدائنون نفس القصه تضرب في علامه 14 تعمل لي 86,800. راس المال، ايوه اخد بالي بقى ان راس المال تمام اللي هو ب 50,000 دوت مش هيشتغل بقى على علامه 14، لا ده هيشتغل على سعر الصرف التاريخي اللي هو اللي وقت اصدار الاسهم كان علامه 13، فال 50,000 يعملوا 6,500. عندي ارباح محتجزه اخر المده جايبها منين؟ جايبها دي من قائمه الدخل لانها محسوبه من القائمه اللي فاتت، فاخر حاجه في القائمه اللي فاتت كان عندي 10,000 جنيه محتجزين يعادلوا 1,126 دولار. تمام؟ تمام. هجمع بقى جانب الخصوم وحقوق الملكيه، والله لو طلع مجموعه 95,200 يبقى لا عندي لا ارباح صرف اجنبي ولا عندي خسائر صرف اجنبي. تمام؟ لو طلع جانب الخصوم وحقوق اقل من جانب الاصول يبقى الفرق لازم يتضاف بالموجب. فلو الفرق اتضاف بالموجب ده بيعبر عن ربح صرف اجنبي او ارباح صرف اجنبي. لو طلع بقى ان التوتال بتاع الالتزامات اكبر من اجمالي الاصول يبقى معناه ان انا هستبعد مبلغ ما عشان اوازن او اخلي اجمالي الاصول يساوي اجمالي الخصوم وحقوق الملكيه، وبالتالي هيبقى هذا المبلغ بيعبر عن خسائر الصرف الاجنبي. يبقى المكمل ده لو طلع موجب يبقى بيعبر عن ارباح، لو طلع سالب يبقى بيعبر عن خسائر، وبكده يبقى انا حولت قائمه المركز المالي من العمله المحليه الى العمله الاجنبيه. طبعا ده مثال تاني ماشي بنفس الوتيره وبنفس الاسلوب بتاع المثال الاولاني، بس كل حكايه ان احنا غيرنا في الارقام بتاعت القائمتين. فعندي قائمه دخل في 1/12/2017 وعندي قائمه مركز مالي في 1/12/2017، برضه في عندي ايراد مبيعات 120، تكلفه بضاعه مبيعات 38، مصروفات اخرى 22، يبقى التوتال بتاع التكاليف او المصروفات 60، من الايراد 120 يبقى في عندي دخل قبل الضرايب 60. الناحيه الثانيه في عندي اصول ثابته ومتداوله مجموعها 130، وعندي دائنون راس مال وارباح محتجزه مجموعهم 130، وتحت برضه اذا علمت ان ارباح محتجزه اول المده الضريبه في تاريخ 40% في هذه الفترة، سعر الصرف في تاريخ إصدار الأسهم وسعر الصرف التاريخي كذا،
سعر الصرف في 31/12 كذا، متوسط سعر الصرف العام 2017 كان كذا، وسعر الصرف اللي هو اللي بعد 12 كذا. وبرضه المطلوب انك تعد هذه القوائم وفقا للعمله الاجنبيه اللي هي الدولار. برضه المطلوب اعداد القوائم الماليه بالعمله الاجنبيه لتنفيذ الاسعار الجاريه. برضه اشتغلنا بنفس الاسلوب، عملنا نفس الجدول، واستخدمنا ايضا متوسط سعر الصرف اللي هو علامه 16، ونفس الاسلوب ونفس الطريقه اللي احنا استخدمناها في المثال السابق. فعندي ارباح محتجزه مستنتجه في الاخر 20,000 جنيه يعادل 2960 دولار. رحنا لقائمه المركز المالي، برضه هنلاقي نفس القصه، نفس الاسلوب، نفس الطريقه. برضه الجدول هو هو، وحولنا كل البنود بسعر الصرف الجاري اللي هو العلامه 17 فيما عدا راس المال بعلامه 15، وبعدين استنتجنا الفرق بين الجانبين، جانب الاصول وجانب الخصوم. فطلع برضو ان الفرق موجب ب 2240، اذا في عندي ارباح صرف اجنبي. نفس الاسلوب ونفس الطريقه ونفس الكلام. الشريحه ديت بقى في الشريحه ديت بنوضح يعني ملخص الكلام اللي احنا قلناه، ان الارباح والخسائر بتاعت الثغرات في اسعار الصرف بتظهر في قائمه المركز المالي، وبيتم حساب الفرق بين اجمالي الاصول ناقص اجمالي الالتزامات وحقوق الملكيه. فيا اما يطلع لك بالسالب تبقى دي خسائر، او يطلع لك بالموجب فتبقى ديت عباره عن ارباح نتيجه التغيرات في سعر الصرف. في هذه الشريحه بقى بناكد على ان الارباح والخسائر الخاصه بالتغيرات في سعر الصرف دي بتظهر في قائمه المركز المالي بالفرق بين الجانبين، جانب الاصول وجانب الالتزامات وحقوق الملكيه. فلو طلع الفرق سالب يبقى دي خسائر، لو طلع الفرق موجب فبتبقى دي أرباح. وبكده بيكون انتهى هذا الموضوع اللي هو الخاص بترجمة القوائم المالية بالعملات الأجنبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الثالث بقى اللي بنتعرض له الآن هو معروض عند حضراتكم في الكتاب في الوحدة السابعة، اللي عنوانها المعالجة المحاسبية للعسر المالي للوحدات الاقتصادية. وايضا مش هناخد الموضوع كله، برضه هناخد جزء من هذا الموضوع بما يسمح به الوقت المتاح لنا. فبنبدا بايه هو مفهوم العسر المالي؟ قال لك العسر المالي هو تعبير او مصطلح بنعبر بيه عن قدره الوحدات الاقتصاديه المديونه للغير عن الوفاء بالتزاماتها او بديونها في المواعيد المتفق عليها لسداده. يعني في عندنا وحده اقتصاديه مديونه، والمشكله مش المشكله انها مديونه، المشكله ان جه ميعاد استحقاق الدين ولن تستطيع هذه الوحدات الوفاء بهذه الديون المستحقة عليها. ففي هذه الحالة بيطلق على هذه الوحدات اسم وحدات ذات عسر مالي أو وحدات معسرة ماليا، أي ما عندهاش السيولة الكافية لسداد الالتزامات المستحقة عليها في ذلك التاريخ. يبقى إذا المشكلة في التعبير عن العسر ليست في وجود الدين، ولكن هي المشكلة في عدم القدرة على سداد الدين. فإذا كان هناك دين على إحدى الوحدات الاقتصادية وجاء ميعاد استحقاقه ولم توفي هذه الوحدات بهذا الدين في هذا الميعاد، يبقى في هذه الحالة بيطلق على هذه الوحدات الاقتصادية وحدات ذات عسر مالي. طيب في هذه الحالة إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه المواقف اللي ممكن تواجهها هذه الوحدات؟ قال لك أول حاجة إنها تلجأ لأصحاب الديون وتحاول إنها تتفاوض معاهم على إنها تعمل معهم اتفاقيات جديدة، تصيغ اتفاقيات جديدة لجدولة هذا الدين ومد أجل السداد. حل التاني أصحاب الدين يرفضوا ويتمسكوا بحقوقهم، وبالتالي ما عندهمش طريق غير اللجوء إلى القضاء لإشهار إفلاس هذه الوحدات تمهيدا لإجراء عمليات التصفية. الموقف الثالث أن أصحاب الديون يروا أن هذه الوحدات عندها من الإمكانيات والموارد إلا لو استغلت استغلال سليم ممكن انها تخرجها من تلك الازمه وتمكنها من تسويه ديونها وبالتالي استمرارها في مزاوله النشاط. يبقى في هذه الحاله محتاجين نعمل ما يعرف بعمليات اعاده الهيكله او اعاده التنظيم المالي لهذه الوحدات المعسره. يبقى اذا عندنا ثلاث مواقف. الموقف الاولاني اللي هو صياغه اتفاقات جديده ممكن هو يندرج تحت الموقف الثالث اللي هو جيمة، ويبقى جزء من خطة إعادة الهيكلة أو التنظيم المالي هو صياغة اتفاقات جديدة. الحل الثاني إن الوحدات ديت
محضرت خلاص احنا يأسين منها، واضح ان ما عندهاش الامكانيات اللي تمكنها من الاستمرار في مزاولة النشاط، يبقى ما عندناش غير ان احنا نعمل لها عملية تصفية. احنا بالنسبة للبرنامج بتاعنا هنركز على الجزء الثالث وهو الخاص بإعادة الهيكلة او التنظيم المالي للوحدات المعصرة ماليا. ازاي بقى هنعمل عملية إعادة الهيكلة المالية؟ المعيار رقم 15 من قائمة معايير المحاسبة المالية قال لنا لو احنا عايزين نعمل عملية إعادة هيكلة مالية في عندنا ثلاث اتجاهات ممكن ان احنا نتحرك فيها. الاتجاه الاولاني ان احنا نعمل مبادلة بين احد او واحد من الاصول اللي بتملكها هذه الوحدات المدينة مقابل كل المبالغ او جزء من المبالغ المستحقة عليها، اللي هي الترانسفير اوف اسيتس، بمعنى ان انا عندي في الميزانية جانبين، جانب اصول وجانب التزامات. فممكن احنا هل ممكن نستغنى عن احد الاصول في مقابل ان احنا نعطي لصاحب الدين وبالتالي صاحب الدين يتنازل عنا هذا الدين؟ فلو ده تم يبقى اول اقتراح او اول حل في اعادة الهيكلة المالية ان احنا نحول اصل مقابل دين او التزام. في هذه الحالة عشان ننفذ هذا الاجراء من الناحية المالية ففي عندنا شرط اساسي. ايه هو الشرط؟ قال لك لو هيتم تحويل احد الاصول مقابل دين مستحق على الوحدة الاقتصادية يبقى لازم هذه العملية يترتب عليها وجود ارباح او مكاسب لعملية التحويل، او ارباح او مكاسب نتيجة عملية اعادة الهيكلة. طب بنوصلها ازاي؟ بناخد صافي القيمة الدفترية للديون المستحقة ونشيل منها القيمة العادلة للاصول. يبقى اذا في عندي دلوقتي معادلة بتحكمني في اختيار هذا الحل او هذا الاسلوب، ان لازم العملية دي يترتب عليها ربح. فالربح دوت عبارة عن ايه؟ بحسبه ازاي؟ قال لك بنجيب صافي القيمة الدفترية للدين المستحقة ونشيل منها القيمة العادلة للاصول. طيب ايه المقصود بقى بطرفي هذه المعادلة؟ القيمة العادلة للاصول المحولة بيقصد بيها تلقى القيمة المتوقعة او المبالغ المتوقع الحصول عليها من بيع حالي من بيع حالي في ظل ظروف، في بيع مستقبلي في ظل ظروف بيع عادية. يبقى دي قيمة متوقعة الحصول عليها في المستقبل، من بيع مستقبلي هيتم في المستقبل ولكن في ظل ظروف بيع عادية. القيمة الدفترية دين المستحق هي تمثل القيمة الإسمية لدين المستحق مضافا أو مطروحا منه أي أعباء أو عناصر مرتبطة بهذا الدين، زي الفوائد، زي أعباء التمويل الأخرى، زي تكاليف الإصدار إلى آخره. ويتم الاعتراف بالفرق كمكاسب بتظهر في قائمة الدخل المعدة عن الفترة التي يتم فيها التحويل. نشوف مثال بقى على هذا الحال. بيقول لي بفرض أن إحدى الوحدات المعسرة قامت بتحويل أحد أصولها إلى واحد من أصحاب الديون واللي استحق له مبلغ 50,000 جنيه. يبقى الدين ب 50,000 جنيه. بحيث يتم معادلة هذا الدين بالأصل المحول والذي تبلغ قيمته الدفترية 40,000 جنيه. مخصص الإهلاك الخاص به بيبلغ 8,000 جنيه. القيمة العادلة له 27,000 جنيه. تمام؟ المطلوب المعالجة المحاسبية للعملية السابقة. نشوف الإجابة. أول حاجة عايزين نحسب هل عملية التحويل ديت، عملية التحويل هيتم عنها خسارة ولا هيتم عنها ربح؟ فنمرة واحد بيقول بيتم الاعتراف بخسارة تحويل الأصول واللي بتمثل الفرق بين القيمة العادلة للأصل وصافي القيمة الدفترية له، ودي بتحسب على النحو التالي. تمام؟ يبقى عايزين نشوف هل عملية التحويل دي هيترتب عليها ربح ولا هيترتب عليها خسارة؟ فبقارن بين حاجتين، القيمة العادلة للأصل ناقص صافي القيمة الدفترية له. يعني القيمة العادلة للأصل بكام؟ 27,000 جنيه. صافي القيمة الدفترية هي عبارة عن تكلفة الأصل ناقص إهلاكه. فأنا عندي دلوقتي الإهلاك بتاع الأصل 8,000 والقيمة الدفترية للأصل 40. تمام. يبقى إذا دلوقتي القيمة العادلة ناقص صافي القيمة الدفترية، صافي القيمة الدفترية بتجيبها ازاي؟ بناخد تكلفة الأصل ونشيل منه مجمع الإهلاك. فأنا عندي تكلفة الأصل 40، مجمع الإهلاك 8، يبقى في عندي دلوقتي 32. يبقى أصل ب 32 قيمته النهاردة 27، يبقى كأني دلوقتي
في عندي فرق 5000 جنيه طالعين بالسالب اهم، بيمثلوا خساره تحويلات، يعني بدون عمليه المبادله ما تتم ولا اي شيء. لو انا رفعت هذا الاصل من الدفاتر تمام، هيترتب على الرفع ده ايه؟ ان انا هخسر قيمه دفتريه تعادل 32000 جنيه في مقابل اكتساب قيمه جديده اللي هي القيمه العادله اللي هي بتعادل 27، فشلت 32 تمام، هيتحط مكانهم 27، فاصبح عمليه التحويل دي او الاستبعاد ديت هيترتب عليها خساره 5000 جنيه. طب نرفض الاقتراح بقى ولا نكمل؟ قال لك لا لازم نكمل تمام، لان لازم نحسب الحسبه بتاعتنا اللي هي ايه بقى؟ اللي احنا نعترف ان عمليه اعاده الهيكله دي ترتب عليها ارباح. طب نحسبها ازاي بالمعادله اللي اتفقنا عليها؟ ارباح الهيكله هتساوي القيمه الدفتريه للدين ناقص القيمه العادله للاصل. كلام جميل. القيمة الدفترية للدين كام؟ احنا علينا دين وفقا للمثال ب 50000 جنيه. القيمة الدفترية بتاعت الأصل بقى النهاردة اللي هي القيمة العادلة، سوري القيمة العادلة للأصل النهاردة بعد ما تتحسب له قيمة عادلة كام؟ 27. يبقى أنا عندي دلوقتي أصل ب 27 بقلت لكم، هشيل بيه التزام ب 50000، يبقى أنا كسبت في الموضوع دوت كام؟ 23000 جنيه. فإذا عملية الاستبعاد مخسراني 5، وعملية التحويل مكسباني 23، يبقى صافي العمليه ديت انا كسبان كام دلوقتي؟ 18000 جنيه. يبقى اذا يتم الاستفاده من هذا الحل ونحول هذا الاصل، لانه في الاخير هيوفر لي عائد او وفر مالي قدره 23000 جنيه، هيساعدني في اعاده تنظيم الهيكل المالي الخاص بهذه المنشاه. لو رحنا بقى للمعالجه المحاسبيه للمعادلات الرياضيه السابقه، فاول حاجه فأول حاجة في المعالجة المحاسبية إن إحنا عايزين نحول القيمة الدفترية للأصل إلى قيمة عادلة، فبنعمل إيه؟ أول حاجة بنتخلص من مخصص الإهلاك بتاعه، فمخصص الإهلاك بتاع الأصل حساب داين، فعشان أتخلص منه أجيبه مدين، فكان عندي مخصص إهلاك ب8 هلغيه أو أقفله بال8. في نفس الوقت هعترف بخسارة التحويل اللي أنا حسبتها نتيجة مقارنة القيمة العادلة مع صافي القيمة الدفترية، فالقيمة العادلة كانت 27، صافي القيمة الدفترية كانت 40 ناقص 8 32، بقى في عندي كام؟ بقى في عندي 5. يبقى الخمسة دول خسائر تحويل أصول هعترف بيهم في الخسائر حساب مدين. مجموع الاثنين دول هخفض بيهم تكلفة الأصل، فتكلفة الأصل في الدفاتر 40، لما خفض منها ال 13 فأصبح قيمته النهاردة الدفترية كام؟ 27000، وهي تعادل القيمة العادلة المحسوبة. الخطوة الثانية هبدأ بقى عملية المبادلة، نبادل بقى يا عم، خد الأصل وتنازل عن الالتزام. فيتنازل عن الالتزام يبقى حساب الدائنين، حساب أوراق الدفع، حساب القروض، أيا كان نوع الدين إيه، حساب دائن هلغي، يبقى هجيبه مدين عكس طبيعته، يبقى عندي 50000 من حساب الدائنون علشان نلغي هذا الحساب. في المقابل أنا عندي أصل ما زال في الدفاتر ب 27 بعد ما عملت القيد الأولاني، هستبعده في حساب الأصل مدين عشان أستبعده وأجيبه دائن بال 27. يديني فرق 23000 اللي هم عباره عن ارباح اعاده الايه؟ الهيكله. يبقى كده المخصص قفل والاصل قفل والدائنون قفلوا، اذا ما عنديش دلوقتي اللي الا خسائر التحويل وارباح اعاده الهيكله. دول حاجه يوم 31/12 اعمل لهم اقفال. فالخسائر حساب مدين عشان يتقفل يجي دائن والملخص يجي مدين. وحساب الارباح حساب دائن عشان يتقفل يجي مدين والملخص يجي دائن، اذا لو انا فاتح حرف تي بتاع ملخص الدخل هلاقي داين ب 23 ومدين ب 5، فاصبح دائنا ب 18، وهي عباره عن صافي الارباح اللي حصلت عليها الوحده المعسره نتيجه عمليه الايه؟ عمليه التبادل بين الاصل والالتزام. الحل الثاني، لا انا بقى مش هبادل الاصل بالالتزام، لكن هاخد صاحب الدين او صاحب الالتزام اللي عليا دوت، وبدل ما هو واحد من الدائنين او واحد من المقرضين، لا انا عايز اخليه واحد من اصحاب حقوق الملكيه، يعني يخش ضمن المساهمين في هذه الشركه. ففي هذه الحاله بتقوم الوحده الاقتصاديه المدينه دي بتقديم حصه من حقوق ملكيتها الى صاحب الدين، يعني جزء من حقوق اصحاب الملكيه بتاع هذه الوحده لصاحب الدين ده. فده يترتب عليه عشان ندخل مساهم جديد، احنا لازم ما عندناش حل غير اصدار اسهم جديده وزياده راس مالها بمقدار هذه الحصه اللي احنا هنعطيها لصاحب الدين.
فاذا اصدار اسهم جديده هيترتب عليه ان في اسهم هيزيد بها راس المال، وان هذا الاصدار لابد ان يكون بقيمه اكبر من القيمه الاسميه، يعني هيترتب عليه وجود علاوه اصدار اسهم. تمام؟ يبقى اذا الاصدار الجديد هيكون بالقيمه العادله او قيمه الاصدار، وقيمه الاصدار هتكون اكبر من القيمه الاسميه، وبالتالي لازم الفرق دوت بين قيمه الاصدار والقيمه الدفتريه للدين لابد ان هو يترتب عليه منفعه او زياده في العائد للوحده الاقتصاديه. عشان نوضح الفكره فعندنا المثال الثاني بيقول لا، بفرض ان احدى الوحدات المدينه قامت باصدار 1000 اسهم، يبقى اصدرنا 1000 سهم جديده من اسهمها العاديه بقيمه 100 جنيه للسهم الواحد، يبقى قيمه الاصدار كام؟ هندي الناس بكام اللي هم اصحاب الدين دول؟ هندي لهم السهم ب 100 جنيه. السهم قيمته الاسميه يعني مطبوع عليه مكتوب عليه محفور عليه قيمه اسميه 80 جنيه. يبقى سهم دلوقتي ب 80 جنيه انا هصدره دلوقتي ب 100 جنيه. وذلك في مقابل ديون مستحقه على هذه الوحده الاقتصاديه تبلغ 130,000 جنيه. المطلوب المعالجه المحاسبيه للعمليه السابقه، فاول حاجه بنشوف في الاجابه برضه ملاحظاتنا او التمهيد. رقم واحد، ما دام اختلفت قيمة الإصدار عن القيمة الإسمية يبقى إذا هيبقى في عندي فرق إحنا بنسميه علاوة إصدار الأسهم. يبقى نمرة واحد هنعترف بوجود علاوة إصدار في الأسهم المصدرة نتيجة اختلاف قيمة الإصدار عن القيمة الإسمية. فأنا عندي دلوقتي القيمة الإصدار بتاعت الأسهم اللي هي القيمة العادلة، أدي 1000 سهم في 100 جنيه، أدي قيمة الإصدار. هنشيل منها القيمة الإسمية اللي هي 1000 سهم برضه بس في 80 جنيه. يبقى عندي 100,000 ناقص 80,000 يبقى عندي 20,000 جنيه، دي عباره عن علاوه اصدار. تمام؟ الاعتراف بوجود مكاسب في هذا الاصدار فنطلع ارباح اعاده الهيكله او ارباح الهيكله هتساوي القيمه الدفتريه للدين كام؟ 130,000. اشيل منها القيمه العادله للاسهم اللي هي قيمه الاصدار اللي هي 100,000، اصبح في عندي ارباح اعاده هيكله 30,000. يبقى يلا يا عم نفذ، لان هذا الامر يترتب عليه عائد او منفعه للوحده الاقتصاديه المعصره. لو رحنا بقى للمعالجه المحاسبيه للعمليه السابقه اللي هي في منتهى البساطه مفيش فيها اي مشكله على الاطلاق، انا عندي دين ب 130,000 هلغيه لان خلاص هاصدر اسهم مكانه، يبقى حساب الدقانون هيجي عكس طبيعته، ب 130,000 حساب الدقانون هيجي مدين. الفرده الثالثه الثانيه بقى اللي هي الفرده الدين هيبقى فيها ثلاث حسابات مذكورين. حساب راس مال اسهم عاديه بمقدار الزياده اللي هتتم في راس المال، و20,000 علاوه الاصدار اللي احنا حسبناها، يبقى الفرق على طول 30,000 دي ارباح اعاده الهيكله. يبقى كده الدائنون قفل، راس المال زاد، علاوه الاصدار حساب جديد ظهر، ارباح اعاده الهيكله لازم يتم اقفالها في نهايه الفتره في حساب ملخص الدخل، فارباح اعاده الهيكله 30 حساب دائن يتقفل يجي مدين، وملخص الدخل هيجي دائن. بكده يبقى احنا خلصنا الجزء المطلوب في المعالجه المحاسبيه للمشاكل الماليه اللي موجوده عند الوحده ذات العصر المالي باختصار شديد، وارجو في ضوء ما هو متاح لنا من وقت، ارجو ان احنا نكون وضحنا الامر بصوره مبسطه وصوره ميسره، ولحضراتكم كل الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمه الله.